لا شك أن هذه الأفعال تعد من الأفعال التي جرمها القانون، نعم، وبالتالي تندرج أحكام قانون مكافحة الإرهاب، على اعتبار هذه الأفعال هي أفعال إرهابية تمت من خلال تفجير عدد من الوكالات والمحال التجارية في عدد من مناطق بغداد، سواء شارع فلسطين أو اليوم اللي صار بالمنصور وقبلها بالجادرية. وهذه الأفعال بالحقيقة تحتاج إلى قرار سياسي أكثر مما هو أمني، لأنه المحاولات اللي حاولتها يعني الحكومة عبر مثلا تصريح وزير الداخلية للتعليق على الأحداث اللي صارت، أقال آمر قوة مكلفة بحماية المنطقة، بس احنا صارنا أسبوعين يومية يستهدف موقع، معقول احنا راح نقيل مثلا كل الآمري القوة الماسكة للأرض بهاي المناطق؟ أعتقد تحتاج إلى قرار وتدخل سياسي من دولة. سيدتي الكريمة، هذه الجماعات المسلحة تمتلك إرادة أعلى من إرادة الدولة، وبالتالي تحتاج إلى قرار سياسي وتدخل من رئيس مجلس الوزراء عبر اجتماع مع القوى السياسية، لأن هذه الفصائل المسلحة تمتلك أجنحة سياسية داخل الحكومة، وبالتالي هي تشارك في بناء الدولة وفي عملية وفي ممارساتها الحكومية، وبالتالي ممكن يعني من خلال رؤساء الكتل السياسية يتم توجيههم بأن هذه الأعمال تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، زعزعة الأمن، نسف جهود السيد رئيس مجلس الوزراء عبر جلبه للاستثمارات وللشركات وجولاته في الدول العالم وانفتاحه بسياسته الخارجية، وبالتالي تؤثر على اقتصاد البلد، تؤثر على مصالح المواطنين. يعني صوري حضرتك شارع فلسطين إذا تتكرر بهاي الاستهدافات راح يكون بيئة غير خصبة للمحال الراقية للوكالات التجارية في هذه المنطقة، وبالتالي تتأثر بها الأيدي العاملة وتتأثر سعر العقارات بهاي المنطقة، وبالتالي تكون منطقة غير جاذبة للاستثمار. وغيرها من مناطق بغداد أيضا إحنا كبلد نكون يعني الدولة الوحيدة اللي تكافح الاستهداف بالعلاقات الأمريكية بهاي الطريقة.